مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة طيلة أيام الأسبوع القادم بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة، نتوقع أن تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة، وبالتالي هناك ارتفاعات إضافية على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، يوم الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 41 والصغرى 28، المرتفع المناطق الغربية معدل العظمى بحدود 37 ومعدل الصغرى 30، المناطق الجنوبية الغربية معدل الصغرى العظمى بحدود 29 ومعدل الصغرى 20 درجة مئوية، الرياض والمنطقة الوسطى معدل العظمى 43 ومعدل الصغرى 35، المناطق الشمالية الشرقية معدل العظمى 42 ومعدل الصغرى 29، المنطقة الشرقية معدل العظمى 43 ومعدل الصغرى 32 درجة مئوية. طبعا مع ظهور بعض السحب خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الوسطى. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة، الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية العظمى 41 والصغرى 29، المناطق الغربية معدل العظمى بحدود 38 ومعدل الصغرى 30، المناطق الجنوبية الغربية معدل العظمى 29 ومعدل الصغرى 20، الرياض والمناطق الوسطى معدل العظمى 44 ومعدل الصغرى 36، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة معدل العظمى 44 ومعدل الصغرى 30، المنطقة الشرقية أجواء حارة ومعدل العظمى 44 ومعدل الصغرى 33 درجة مئوية. أما يوم الثلاثاء فتستمر الأجواء حارة في المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 42 والصغرى 29، معدل العظمى في المناطق الغربية 38 ومعدل الصغرى 31، المناطق الجنوبية الغربية معدل العظمى 30 ومعدل الصغرى 21، المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة معدل العظمى 45 ومعدل الصغرى 33، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة معدل العظمى 45 ومعدل الصغرى 31، المنطقة الشرقية معدل العظمى 42 ومعدل الصغرى 33 درجة. الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، المنطقة الشمالية الغربية معدل العظمى 41 ومعدل الصغرى 29، المناطق الغربية معدل العظمى 37 ومعدل الصغرى 32، المناطق الجنوبية الغربية معدل العظمى 27 معدل الصغرى 19، مع ظهور طبعا السحب على ارتفاعات مختلفة في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى. المنطقة الوسطى في احتمال سقوط بعض الأمطار يوم الأربعاء في منطقة الرياض وما حولها، والعظمى المتوقعة بحدود 45 والصغرى 35 درجة. المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة بحدود 45 ومعدل الصغرى 32، المنطقة الشرقية معدل العظمى 40 ومعدل الصغرى 33 درجة مئوية. أيضا يوم الخميس استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 41 والصغرى 30، المنطقة الغربية معدل العظمى 37 ومعدل الصغرى 32، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، العظمى المتوقعة 26 والصغرى 17، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة معدل العظمى 45 ومعدل الصغرى 36، المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة معدل العظمى 45 ومعدل الصغرى 32، المنطقة الشرقية أجواء حارة
معدل عظمى 41 ومعدل الصغرى 33 درجة مئوية. أما يوم الجمعة أجواء حارة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، معدل عظمى في المناطق الشمالية الغربية 43 ومعدل الصغرى 30، المنطقة الغربية معدل عظمى 37 ومعدل الصغرى 32، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، والعظمى المتوقعة 25 والصغرى 18، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة مغبرة ومعدل عظمى 46 ومعدل الصغرى 35 درجة مئوية. المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة، معدل عظمى 44 ومعدل الصغرى 32، والمنطقة الشرقية معدل عظمى 42 ومعدل الصغرى 33 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.